ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية للزيارة المهمة للرئيس الألماني إلى مصر. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة والتفاصيل الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، تطور كبير للغاية شهدته العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية، كللتها الزيارة الخاصة بالرئيس الألماني لمصر اليوم، يعني كيف ترى ذلك؟ ألو، أيوة مع حضرتك يا فندم. بنتحدث عن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد بتعزز هذه العلاقات الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس الألماني لمصر اليوم. قراءتك لهذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت؟ هو طبعا العلاقات المصرية الألمانية هي علاقات تاريخية. المنتجات الألمانية هي منتجات بتخص ثقة المستهلك المصري بصورة كبيرة جدا. السياحة الألمانية هي سياحة مهمة جدا وسوق مهمة جدا بالنسبة لسوق السياحة المصرية. حجم تبادل تجاري ما بين البلدين يقترب من نحو 6 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. العلاقات المصرية الألمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقت دفعة كبيرة جدا من خلال المساهمة الألمانية في الكثير من المشروعات. المواطن المصري يلمس الوجود الألماني في مصر من خلال محطات الكهرباء الثلاث الكبرى التي تم تنفيذهم في مصر من خلال سيمنز الألمانية، والتي كان لهم دور كبير في التصدي لأزمة الكهرباء. أيضا هناك دور كهربائي، دور ألماني في مشروعات السكك الحديدية والنقل المستدام، النقل الذي يعتمد على الكهرباء والطاقة الجديدة، وهناك صفقات ما بين مصر وألمانيا في هذا الشأن. هناك أيضا رغبة من البلدين في دفع عملية التعاون بينهما. ألمانيا تعتبر حليف لمصر في الاتحاد الأوروبي، لأن الجانب الألماني بيتفهم بصورة كبيرة جدا الدور المصري الكبير اللي بتقوم به مصر في مجال السيطرة على الهجرة غير الشرعية. من هنا ومن خلال المبادرات الألمانية التي أقيمت في هذا الشأن، بتدعم ألمانيا التعاون المصري مع الاتحاد الأوروبي، ودائما ما تكون دولة من الدول المساندة لدعم مصر اقتصاديا ارتباطا بالاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتقديرا للدور المصري الكبير اللي بتقوم به في الحد من الهجرة غير الشرعية وغيرها من ملفات التعاون، سواء ما بين مصر وألمانيا أو ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. نعم دكتور وليد، يعني بنتحدث بشكل خاص على هذه العلاقات الاقتصادية، وأن قوة هذه العلاقات الاقتصادية أيضا بتعزز من الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة. كيف يمكن تعزيز هذه الفرص الاستثمارية على مستوى الدولتين من مصر وأيضا من ألمانيا؟ وطبعا في هذه المرحلة على وجه التحديد مصر أصبحت جاهزة بصورة كبيرة جدا لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اللي بيأتي إليها. مصر ضخت تريليونات الجنيهات في البنية التحتية، مصر بتقدم حوافز استثمارات كثيرة ومتنوعة. هذه المرحلة التي تروج فيها الدولة المصرية للفرص الاستثمارية الموجودة، بيكون من المهم جدا التواصل مع الجانب الألماني على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشركات الكبرى من أجل عرض الفرص الاستثمارية، عرض الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري القادر على استقبال الاستثمارات. هذا التواصل وهذا التعاون يؤهل مصر لاستقبال استثمارات مضاعفة عما هو كائن، لأن السوق الألمانية أو الجانب الألماني يمكن أن يستفيد بالمزايا النسبية اللي موجودة في مصر: رخص العمالة، توافر مقومات الإنتاج، قرب مصر من الأسواق الاستهلاكية باعتبارها بوابة لإفريقيا وبوابة للوطن العربي والمنطقة بالكامل. يمكن للاستثمارات الألمانية في مصر أن تستفيد من أنها عندما يتم إنشائها على البحر الأحمر ومنطقة الاقتصادية في قناة السويس أن يكون لها مزايا في الوصول إلى الأسواق الآسيوية دون العبور وتحمل تكلفة المرور بقناة السويس، كما أنها يمكن لها إنشاء مشروعاتها في المناطق الصناعية الكثيرة التي تقوم بها مصر. الوجود الألماني وجود مرحب به، لأن هناك
دائما ما يكون هناك علاقة ثقة كبيرة. الألمان يثقون جدا في مصر، مصر قامت بكل التزاماتها، كل الصفقات والاستثمارات التي استقبلتها مصر تمت في إطار منضبط وفي إطار تبادل عادل للالتزامات. وهناك أيضا تقدير متواصل من قبل ألمانيا لجهود دعم التنمية التي تحدث الآن والمشروعات القومية العملاقة التي يعني توجد في مختلف محافظات الجمهورية. حضرتك أشرت تحديدا إلى أنه البنية التحتية سهلت بشكل كبير من جذب هذه الاستثمارات. هو الألمان عنده يمتلكوا تكنولوجيا عالية جدا، ومصر في مسارها التنموي بتحافظ على الجانب البيئي والاعتبارات البيئية. ألمانيا متقدمة جدا في مجالات كتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، كمعالجة المخلفات، النقل النظيف وفقا للأفكار الجديدة. إذا هناك تعاون بيتساهم به ألمانيا في أن يكون هناك تنمية مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية. نعم. وبمراعاتها للاعتبارات البيئية يمكنها أن تجذب تمويلات منخفضة التكلفة تحقق التنمية في مصر وتراعي الاعتبارات الأممية وتتطابق مع استراتيجية مصر 2030. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع.